أهلا بكم إلى جولة جديدة في السودان. هذا المساء أبدأها بالعناوين. حمدوك يبحث مع رئيسي وزراء إثيوبيا ومصر استئناف التفاوض الثلاثي حول سد النهضة. وزارة العدل تقول إن قرار المحكمة الأمريكية بشأن تفجير سفارتي واشنطن لم يجزم بتعويضات إضافية لضحايا التفجير. نهر النيل تشدد على التطبيق الصارم لقانون الطوارئ الصحية وإحكام إغلاق الحدود. أهلا بكم. عقد رئيس مجلس الوزراء دكتور عبدالله حمدوك اجتماعا إسفيريا مع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي بمشاركة وزراء الخارجية والري ورؤساء المخابرات من البلدين. ويأتي هذا الاجتماع في إطار مبادرة السودان لحث الدول الثلاث لمواصلة التفاوض حول القضايا العالقة بشأن ملء وتشغيل سد النهضة. وأمن الجانبان خلال اللقاء على ضرورة التوصل إلى اتفاق ثلاثي يراعي مصالح الدول الثلاث وعلى مواصلة التفاوض بناء على ما تم التوافق عليه في مسار واشنطن. وفي ذات السياق سيجري رئيس الوزراء الدكتور عبدالله حمدوك اتصالا مع رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد للتشاور حول استئناف التفاوض الثلاثي في أقرب فرصة ممكنة. قالت وزارة العدل إن حكم المحكمة العليا الأمريكية الصادر أمس الاثنين بشأن قضية تفجير سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي ودار السلام في عام 1998 امتنع عن الجزم بمدى صحة منح أي تعويضات أخرى للمدعين بموجب القانون الولائي. وقالت وزارة العدل في بيان إنه فيما يتعلق بحكم المحكمة العليا الأمريكية الصادر بالأحكام الغيابية التي كانت قد صدرت ضد حكومة السودان قبل عدة سنوات في قضايا تفجير سفارتي الولايات المتحدة في نيروبي ودار السلام والبالغة أكثر من 10 مليارات دولار، إن المحكمة العليا أعادت في حكمها فرض تعويضات عقابية بمبلغ 826 مليون دولار على الحكومة السودان. وقالت الوزارة في بيانها فإنه وفقا لقرار المحكمة العليا الصادر فإن مبلغ 7.4 مليار من إجمالي الأحكام الغيابية البالغة أكثر من 10 مليارات دولار سيكون عرضة للتقاضي مجددا بين السودان والمدعين في هذه القضايا في الفترة القادمة. وأشارت إلى أن حكومة السودان تتطلع إلى متابعة الإجراءات القضائية اللاحقة في هذه القضايا، وتؤكد أنها ستظل منخرطة في التفاوض مع الولايات المتحدة لتسوية هذه القضايا وتطبيع العلاقات معها بشكل كامل وتحرير الشعب السوداني من إحدى التركات الثقيلة للنظام البائد. أعلنت السلطات الصحية بالولاية الشمالية تسجيل الولاية لخمس إصابات جديدة بفيروس كورونا. وكشف مدير عام وزارة الصحة بالشمالية صابر فتحي في الإجازة اليومي كشف أن من بين الحالات ثلاث حالات بمحلية الدبة وجميعهم مخالطون للحالة رقم 8 والتي توقفت قبل أيام، وحالة في مدينة دنغلة وحالة في مروي توفي قبل ظهور النتيجة، ليرتفع العدد الكلي لحالات الإصابة بالوباء منذ بداية الجائحة ل 13 حالة منها ثلاث وفيات. وأشار إلى أن حالتي مدينة دنغلة ومروي لهم تاريخ سفر للخرطوم. وشدد صابر على ضرورة الارتقاء بالوعي المجتمعي إلى درجات كبيرة بجانب المضي في الإجراءات الوقائية المعلنة من قبل الولاية. لدينا خمس حالات جديدة اليوم مؤكدة للإصابة بفيروس كورونا في الولاية الشمالية، ثلاث حالات جديدة مؤكدة في محلية الدبة مخالطة للحالة رقم 8، عندنا حالة جديدة مؤكدة في محلية مروي قادم من ولاية الخرطوم خلال الأسبوع الماضي، حالة جديدة مؤكدة في محلية دنغلة مدينة دنغلة قادم من ولاية الخرطوم الآن بمركز العزل الرئيسي بمدينة دنغلة. ليصبح العدد الكلي للحالات المؤكدة في الولاية الشمالية 13 حالة مؤكدة، منها ثلاث حالات وفاة واثنين حالة شفاء حتى الآن، الحالة رقم 1 والحالة رقم 2. اطمأن مجلس حكومة ولاية نهر النيل على استقرار الأوضاع الصحية بالولاية بشأن التصدي لجائحة كورونا معتبرا أنها لا زالت تحت السيطرة. وقال والي الولاية المكلف اللواء ركن عبد المحمود حماد حسين إن المجلس شدد على التطبيق الصارم لقانون الطوارئ الصحية
وإحكام الإغلاق الكامل لحدود الولاية الجنوبية مع ولاية الخرطوم والشمالية الحدودية مع جمهورية مصر العربية، ووجه الأجهزة النظامية والأمنية بفرض قيود حظر التجوال والتنقل بين المحليات وداخل المدن وفق القرارات الصادرة في هذا الصدد. وكشف حماد عن جهود ومتابعة حكومة الولاية وسلطاتها الصحية اللصيقة مع المركز لتوفير احتياجات ومعينات جائحة كورونا مركزيا وولائيا، مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة والكفيلة بالتحوط الاحترازي لأي تطورات محتملة تهدد الأمن الصحي والمجتمعي بالولاية. أمنا في هذا الاجتماع على تطبيق الحظر الكامل خاصة في مخارج ومداخل الولاية، في جنوب المداخل في منطقة العواتيب وفي كبر المتمة، وأيضا في حدودنا الشمالية في منطقة أبو حماد والطويل. وأصدرنا موجهات واضحة للمدراء التنفيذيين ولجان أمن المحليات بأنه يعني يتغيدوا تغيد تام بمحدودية الحركة وتطبيق ساعات الحصر، وكل من يخالف هذه الإجراءات يطبق عليه القانون الصادر من مجلس الوزراء، قانون الطوارئ الصحية. إلى ذلك، ناقش مجلس حكومة نهر النيل موقف انسياب المواد والسلع الاستراتيجية للولاية، حيث أشار حماد إلى استقرار وانفراج كبير في الخبز والغاز والمحروقات، كما أعلن الوالي عن قرب أجل حل مشكلة المياه بمدينتي عطبرة والدامر بعد وصول الطلمبات الجديدة إلى ميناء فور سودان. لا يعني الخبز مستغير استقرار كامل بنسبة 100%، ما في أي يعني صفوف، الأمور ماشية بصورة مرتبة. في مشاكل شوية في الوقود وفي الغاز، المركز دائما يمدنا بما يعني يحقق لنا شيء من احتياجاتنا، ما كل شيء نحتاجه نلقاه، لكن الأمور نقول ماشية بصورة كويسة يعني. أعلنت السلطات بولاية القضارف عن خلو محجر القلابات الصحي من أي وجود لمتسللين بعد إكمالهم فترة الحجر الصحي وتقديمهم للمحاكمات دون تسجيل أي إصابات بفيروس كورونا. وكانت اتهامات قد طالت المعبر بأنه السبب الرئيس في ارتفاع معدلات الإصابة بالمرض التي تجاوزت 80 حالة. للمزيد من المعلومات ينضم إلينا عبر الهاتف دخول عدد من المتسللين فاق 60 متسللا. لم تسجل السلطات الصحية إصابة أي منهم بالفيروس القاتل. يرجع السبب في ذلك للتنسيق القوي بين المواطنين والجهات الأمنية والصحية. ها هو معبر القلابات الذي كان يضج بحركة الناس والشاحنات، يسيطر الهدوء عليه، فإجراءات الإغلاق الشامل قد نفذت هنا كما ينبغي للدرجة التي أفرغ فيها مركز الحجر الصحي من كل حالة دون تسجيل إصابات. تم شغل كبير جدا في أنه كل الناس المتسللين الخاشين بطريقة غير شرعية دخلوا للسودان تم حجرهم ومعاينتهم، وتم الفحص لأكثر من 67 متسلل منذ بداية الجائحة، ولم تظهر عليهم أي أعراض لحد تاريخ اليوم. نحن ما عندنا أي متسلل، كل الكمية صفرناها. الآن الحجر الصحي أو الإيواء فاضي تمام، خالي تمام من أي دخول. جهود مشتركة تلك التي بذلتها السلطات بمعاونة لجان التغيير وتنفيذ الأجهزة الأمنية، ساهمت بشكل واضح في خلو المنطقة حتى حينه من أي إصابة بالفيروس القاتل. التحمنا جسما مع جسم مع القوات النظامية والطاقم الطبي في المستشفى، وتابعنا كل الحالات المسللة في القلابات وتم حجرها. دارين نشير ونؤكد انه ما زال احنا الان ما عندنا ولا حاله انه بتاعت كورونا والحمد لله، وهذا كله يرجع بفضل جهود يعني السلطات الامنيه والجهود الشعبيه بتاعت المواطنين ولجان المقاومه. السلطات بالولايه ابدت اهتماما كبيرا بضبط الشريط الحدودي منعا للتسلل، ووقفت ميدانيا على اجراءات التنفيذ. سعدنا كثيرا بان هذا المعبر لم يكن هو مدخل ل جائحة كورونا. قد كان هنالك عدد من المتسللين حوالي 67 متسلل، ويمكن تم الحجر وتم الفحص، والحمد لله كل أولئك 67 نفر لم يصاب أحد منهم بجائحة الكورونا. معنى ذلك نؤكد أن هذا المعبر لم يكن مدخلا للكورونا، وهذا كله يلعب الدور الأساسي للجيش الأبيض،
وكذلك لرجال الشرطة ورجال الأمن وكذلك دور لجان المقاومة، فوجدناهم نعم الشباب ونعم قادة هذا المجتمع. وعلى الرغم من تجاوز حالات الإصابة 80 بولاية القضاريف، إلا أن الشاهد في الأمر أن ضبطا وصرامة وحزمة تتعامل به السلطات في تنفيذ إغلاق المعابر ومعاقبة المتسللين. محمد الفاتح، الشروق، ولاية القضارف. ولمزيد من المعلومات ينضم إلينا عبر الهاتف من القضارف المتحدث الرسمي باسم حكومة القضارف عبد الوهاب إبراهيم. أستاذ عبد الوهاب، مرحبا بك ومساء الخير. وكيف هو الموقف الصحي بالنسبة لمرض كورونا في ولاية القضارف؟ أولا مرحب بكم، ونحن سعدنا بلقائنا بكم. ويمكن موقفنا اليوم هنالك حوالي 7 حالات جديدة، و7 حالات جديدة كالآتي: 5 حالة ببلدية القضارف أو محلية القضارف، وحالتين بمحلية وسط القضارف. وعندنا كان العدد السابق كان حوالي 76، ده العدد التراكمي، زائد 7 بقن 83 حالة، وديل موزعين عندنا في محلية القضارف. بالأمس كانت 66 وزائد 5، اليوم بقن 71. وعندنا محلية الفاو 5 حالات، محلية وسط القضارف أصبح من 2 بقن زائد 2 بقن 4 حالات. وعندنا في كل محلية حالة: محلية دلابات الغربية ومحلية الرهد، ديل كلهم نحن مجمل بقلين العدد بتاعنا 83 حالة. وأما المجمل بتاع حالات الاشتباه كان عندنا 147 حالة، والوفيات برضها كلها 10 وفيات. يمكن ده التوتال بتاعنا بالنسبة لوضعنا لحد يوم الليلة. نعم أستاذ عبد الوهاب، يعني ولاية القضارف قامت باحتياطات وتدابير لكبح جماح هذا المرض، يعني كيف أسهمت هذه التدابير؟ نحن يمكن التدابير زي ما ذكرنا، يعني تدابيرنا ده الدور المجتمع اللي كلنا نحن شاركنا فيه شعبا وحكومة، والفضل كله يرجع لدور حكومة الولاية على رأس الأخ والي ولاية القضارف اللواء نصر الدين عبد القيوم، وكذلك الدور اللي لعبته برضو دكتورة أميرة مسؤولة الصحة أو مدير عام وزارة الصحة، ومعها كل باقي الجنود من إدارات تنفيذية ومن إعلام، وكذلك لا يفوتنا الدور اللي لعبوه أبنانا الشباب في كل الأحياء أو في كل المحليات، كان لهم دور، وكل الناس مضافة الجهود، وعلى رأسهم أبنانا برضو في الإعلام في منصة الإعلامية برضها كانت لها دور، وكلها في الدور التثقيفي والدور الرغابي. ويمكن زي ما تكلمنا عنا الحصلين في محلية باسوندا في مطار القلابات، وكل هذه التضافرات هي يمكن اللي أسهمت في الحتة دي. ونحن لحد الآن كلنا مستمرين وكلنا على قلب رجل واحد، والدور الأساسي هو دور الجيش الأبيض، وهو في مقدمة هذا الرجل. نعم أستاذ عبد الوهاب، ولاية القضارف ولاية حدودية تحدد يعني دولة أثيوبيا وعدد من الأقاليم في 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 الجارة أثيوبيا. حدثنا عن التنسيق ما بينكم وبين هذه الولايات الحدودية. يعني احنا بالنسبة لنا في بالذات مع جارتنا أثيوبيا يعني في تنسيق، يعني اخواننا الأثيوبيين اللي غادي يمكن الحجر بتاعهم يعني كلهم في تنسيق، وعندهم آليات بتاعتهم بالاتجاه الأثيوبي. ونحن زي ما شفتوا الليله برضه نحن في معبر القلابات عندنا الترتيب، وفي منطقه الايواء ومنطقه العزل، والتيم بتاعنا من الاطباء ومتضامن معاه وكل الجماهير سواء كان شرطيه او سواء كان امنيه او سواء كان قوات مسلحه ولجان مقاومه، كلهم نحن يمكن بالطرفين على الحدود الاثيوبيه بيناتنا تنسيق كامل وقفل الحدود. وزي ما قلنا نحن باجرانا برضو بيخلي الناس نقدر نعمل حسابنا، وحتى الشيء العقابي ده هو وقف بينا، والعقاب كان عقاب رادع
عشان كده وقف التسلل. ولحد الان عندنا برضه زي حوالي 11 نفر ديل عالقين اللي شفناهم من بعيد بغادي لقيناهم عالقين في اثيوبيا، نحن نحاول نشوف حلهم شنو. وده كله التنسيق التام بيننا وبين اخوتنا في الاثيوبيين. واما في المعبر الليبي برضه كان هنالك التنسيق قبل ما يجينا اجهزه الكشف، كان برضه في تعاون بيننا وبين الجانب الاثيوبي. نعم. استاذ عبد الوهاب ابراهيم ناطق الرسمي باسم حكومه القضارف، يعني كما هو معلوم مؤخرا قام مجلس او وفد من مجلس السياده بزياره لولايه القضارف، حدثنا عن ابرز مخرجات هذه الزياره. يمكن الزياره بتاعت زياره الوفد كان بقياده رئيسي العضوي مجلس السياده اللي هو مولانا حسن الشيخ ادريس، وكذلك الاستاذ حسن محمد الفكي، وكذلك السيده الوزيره، وكل هؤلاء النفر ذو. ويمكن كان هنالك تناقش في القضايا الامنيه وفي المشاكل المستقبليه، وكان برضه على جانب الاجتماع كان في لجنه قضايا لجنه التفكيك وترتيبات اللي بتهم الولايه، ويمكن داعي الناس بدات تتناقش ووضعت اسس على سنة ان شاء الله في المرحله القادمه كيف ادارتنا لولايتنا في مرحلتها في المرحلة أو في الفكرة الانتقالية. عبد الوهاب إبراهيم المتحدث الرسمي باسم حكومة القضارف، أشكرك جزيل الشكر. السودان هذا المساء متواصل معكم وفيه بعد قليل. وزير الثروة الحيوانية يعلن تصدير نحو 300 ألف رأس من الماشية إلى السعودية. أهلا بكم من جديد وإلى جولة في أخبار العالم، أبدأها من ليبيا، حيث قالت قوات شرق ليبيا الجيش الوطني الليبي إنها انسحبت من أجزاء من طرابلس خلال ليل الاثنين بعد أن خسرت أحد معاقلها الرئيسة في غرب ليبيا يوم الاثنين في ضربة قوية لحملة استمرت عاما للسيطرة على العاصمة. ويوم الاثنين سيطرت القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني على قاعدة الغوطية الجوية غربي العاصمة بعد محاولات استمرت أسابيع في أكبر تقدم لها خلال عام حرم الجيش الوطني الليبي من مطاره الوحيد قرب طرابلس. وفي أعقاب السيطرة على القاعدة عرضت القوات الموالية لحكومة الوفاق ما قالت إنه نظام دفاع جوي من طراز بانتسير الروسي الصنع والذي يتم تركيبه على شاحنة، إلى جانب دليل استخدام باللغة العربية. وقال المسمار إنه تم إخلاء القاعدة كجزء من قرار استراتيجي مخطط له منذ فترة طويلة، وإنه لم يبقى هناك سوى المعدات القديمة والمتهالكة. قال مبعوث الأمم المتحدة الخاص جير بيردسون اليوم الثلاثاء إن أطراف الصراع السوري اتفقت على الاجتماع مجددا في جنيف للتفاوض على الدستور، وأضاف أن ذلك ربما يتيح فرصة لبدء رأب عدم الثقة العميق بينها. وقال للصحفيين إن أطراف الصراع اتفقت على الحضور لجنيف واتفقت على جدول أعمال للاجتماع المقبل بمجرد أن يسمح الوضع الناجم عن الوباء، ولم يحدد تاريخا لاجتماع اللجنة الدستورية التي واجهت صعوبات في المضي قدما العام الماضي. وقال أنه لن يكون ممكنا عقد اجتماع افتراضي، وأضاف يتعين البدء من نقطة ما، واللجنة الدستورية قد تكون تلك الساحة التي يبدأ فيها بناء الثقة. وقال بيردسون أنه من بواعث الارتياح الكبير أن حالات الإصابة بكوفيد 19 لم تزد في البلاد، لكنه حذر من خطر حدوث تفشي كبير، وقال أن هناك 64 حالة إصابة. أظهرت وثيقة حكومية اطلعت عليها رويترز أن الحكومة السورية قررت اليوم الثلاثاء الحجز على أموال رجل الأعمال رامي مخلوف ابن خال الرئيس بشار الأسد وأحد أغنى أغنياء سوريا وزوجته وأولاده. وحملت الوثيقة تاريخ 19 من مايو وعليها توقيع وزير المالية،
وجاء فيها أن الحجز الاحتياطي يأتي ضمنا لتسديد المبالغ المستحقة لهيئة تنظيم الاتصالات في سوريا. وكان مخلوف قد بث مقطعا مصورا يوم الأحد قال فيه أن المسؤولين طلبوا منه الاستقالة من رئاسة شركة سيريتل لخدمات الهاتف المحمول في أحدث منعطف في نزاع على الأصول والضرائب كشف عن خلاف في قلب النخبة الحاكمة بسوريا. هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بوقف التمويل عن منظمة الصحة العالمية للأبد ما لم تجري تحسينات خلال 30 يوما وبإعادة النظر في عضوية الولايات المتحدة بها. وكان ترامب قد علق مساهمات بلاده في المنظمة الشهر الماضي متهما إياها بالترويج لمعلومات صينية مضللة بخصوص تفشي فيروس كورونا، رغم أن مسؤولي المنظمة نفوا الاتهام وقالت الصين إنها لا تتحلى بالشفافية والانفتاح. وكتب ترامب رسالة على تويتر للمدير العام لمنظمة الصحة تيدروس أدهانوم أمس الاثنين، جاء فيها: إذا لم تتعهد منظمة الصحة العالمية بإجراء تحسينات جوهرية خلال 30 يوما القادمة، فسأجعل تجميد المؤقت للتمويل الأمريكي للمنظمة دائما وسأعيد النظر في عضويتنا. وكان ترامب قد قال في وقت سابق أن أسلوب تعامل منظمة الصحة مع أزمة الفيروس كان مؤسفا جدا، وإنه سيتخذ قرارا قريبا بشأن التمويل الأمريكي. رفعت إسبانيا اليوم الثلاثاء الحظر المفروض على جميع الرحلات الجوية المباشرة ورحلات السفن القادمة من إيطاليا منذ 11 من مارس لاحتواء تفشي فيروس كورونا بحسب ما ورد في الجريدة الرسمية، لكن سيتعين وضع المسافرين القادمين من إيطاليا في الحجر الصحي لمدة أسبوعين مثلهم مثل غيرهم من الوافدين إلى إسبانيا التي لا تزال في حالة طوارئ. في أخبار الاقتصاد، أعلن وزير الثروة الحيوانية علم الدين عبد الله البشر عن تصدير أكثر من 300 ألف راس من الماشية خلال أبريل ومايو الحالي، علاوة إلى 18 ألف اليوم، فيما تم إرجاع نحو 6 بواخر لأسباب قال إنها قد تكون متعلقة بالحيوان نفسه. وكشف في تصريحات صحفية عن ازدياد مضطرد في صادر الثروة الحيوانية رغما عن جائحة كورونا، وأبان أن الصادر شمل الصادر الحي واللحوم لكل دول الخليج ومصر. وأبان وزير الثروة الحيوانية أن صادر اللحوم تم لمعظم الدول العربية، السعودية والكويت والإمارات ومصر وسلطنة عمان، بينما معظم الصادر الحي للسعودية والقليل منه لسلطنة عمان. وتوقع أن تحقق حصائل صادر كبيرة بنهاية يونيو القادم. أعلن البنك الزراعي قطاع ولاية الجزيرة عن استلام أكثر من 2 مليون جوال قمح زنة 100 كيلو من المزارعين، حيث اكتمل ترحيل 98% منها للمطاحن. وأقر مدير عام البنك الزراعي قطاع الجزيرة الرشيد عثمان في تصريح لوكالة السودان للأنباء أقر التحسن الكبير في عمليات استلام القمح بواسطة البنك الزراعي من المزارعين مع بشائر فصل الخريف وبدء الاستعدادات لزراعة محاصيل العروة الصيفية. وتوقع أن تشهد الفترة القادمة عقب عطلة عيد الفطر المبارك استلام كميات كبيرة من القمح من المزارعين. وأكد مدير البنك الزراعي قطاع الجزيرة توفير كل احتياجات محاصيل العروة الصيفية بمشروع الجزيرة من المدخلات الزراعية بدأ ترحيلها من بور سودان، والتي تستهدف زراعة 150 ألف فدان قطن و200 ألف فدان فول سوداني، إضافة لمساحة 300 ألف فدان من الذرة. اطلع والي الولاية الشمالية محمد الحسن السعوري على سير عمليات حصاد محصول القمح بالولاية الشمالية، واطمأن لدى لقائه بمدير عام وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بالولاية اطمأن على سير عمليات شراء محصول القمح عبر البنك الزراعي السوداني لصالح المخزون الاستراتيجي. وأصدر والي الولاية الشمالية أمس أمر طوارئ بحظر التداول بالبيع والشراء والنقل لمحصول القمح بالولاية الشمالية. ونص أمر الطوارئ الذي أصدره والي الشمالية بحظر التعامل بالبيع والشراء لمحصول القمح بالولاية من كافة الجهات، ويتم بيع القمح وتسليمه للبنك الزراعي السوداني وفقا للسعر التركيزي الصادر من الجهات المختصة. وشمل أيضا حظر نقل أي كمية من محصول القمح خارج الولاية إلا في حدود الانتفاع الشخصي،
كما نص على كل من يخالف هذا الأمر يعرض نفسه للمساءلة القانونية والعقوبات المنصوص عليها في قانون الطوارئ أو أي قانون آخر، بالإضافة لعقوبات السجن مدة لا تتجاوز 10 سنوات والغرامة بما لا يقل عن 50,000 جنيه ومصادرة كميات القمح المنقول. أكدت حكومة ولاية غرب دارفور المضية في عمليات فرض هيبة الدولة وبسط سيادة حكم القانون، وأعلن والي غرب دارفور المكلف اللواء ربيع عبد الله آدم لدى تفقده لجنة أمن الولاية المجموعة 8 لقوات الدعم السريع قطاع غرب دارفور، والتي تمكنت من ضبط كميات من السلع الاستراتيجية في طريقها إلى دول الجوار. وقال إن السودان لن يؤتى من البوابة الغربية، واستعرض خطة لجنة أمن الولاية في تأمين الحدود ومكافحة التهريب بكل أشكاله وإحكام السيطرة على الشريط الحدودي، وأشاد بجهود قوات الدعم السريع والمنظومة الأمنية في القبض على كل من تسول له نفسه التلاعب بقوت المواطنين وتدمير الاقتصاد وتقديمه إلى محاكمات عادلة. نحيي يعني باسم لجنة الأمن إخواننا في قطاع الدعم السريع غرب دارفور، وكذلك وحي قائد المجموعة 8 المقدم الخلوق النور الدومة ومجموعته الذين تمكنوا من قبض أكثر من يعني 63 عربية في خلال أسبوعين 3 أسابيع، ونحن الآن ندشن 23 عربية تم قبضها في خلال 5 الأيام الفاتت، وهم يعني مهربين لسلع استراتيجية وسلع أساسية، منها وقود منها دقيق زي ما أنتم مشاهدين وزي ما أنتم شفتوا. ونحن من هنا نعلم بأن شرب العالمين غرب دارفور ستكون عصية اتجاه عمليات التهريب، اتجاه عمليات اللا استقرار، اتجاه عمليات اللا أمن. وإن شرب العالمين نحن على قلب رجل واحد، إدارات أهلية وقوة نظامية. من جهته أكد قائد قوات الدعم السريع قطاع غرب دارفور محمد نجي عبيد جاهزية قوات الدعم السريع لإحكام السيطرة على الشريط الحدودي وإغلاق المعابر وفقا لقرارات لجنة أمن الولاية وتوجيهات نائب رئيس مجلس السيادة والمضي في مكافحة التهريب وفرض هيبة الدولة. قواتنا المنفتحة في الشريط الحدودي بقيادة المقدم النور الدومة واستخبارات الدعم السريع قطاع الجنينة على ضبط 5 عربة كبيرة و19 عربة صغيرة تحمل مواد استراتيجية دقيق سكر وغود 3320 جوال سكر 191 جوال دقيق 25 برميل جازولين في طريقها إلى دول الجوار، ولكن حرصا منا وإنفازا لقانون الطوارئ الاقتصادية نطمئن شعبنا بأننا جاهزية لكل ما تلعب هو شعبنا وعزيمتنا لقطع دابر التهريب من جذوره، ولن نسمح لضعف النفوس للتلاعب بقوة الشعب، وسنكون سدا منيعا للشعب بلادنا من الغرب، وستظل قواتنا العين الساحرة للحدود إن شاء الله. في ختام السودان هذا المساء، هذا تذكير بأبرز العناوين. حمدوك يبحث مع رئيسي وزراء إثيوبيا ومصر استئناف التفاوض الثلاثي حول سد النهضة. وزارة العدل تقول إن قرار المحكمة الأمريكية بشأن تفجير سفارتي واشنطن لم يجزم بتعويضات إضافية لضحايا التفجير. نهر النيل تشدد على التطبيق الصارم لقانون الطوارئ الصحية وإحكام إغلاق الحدود. نهاية السودان هذا المساء قدمناه من قناة الشروق، شكرا لطيب المتابعة، إلى اللقاء.